وبهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة. أهلا بك سيدي الكريم في نشرة الثامنة، نبارك لكم بالطبع هذا الإنجاز، وكيف تصفونه وكيف تصفون أيضا اعتلاء منصة المركز الأول في بطولة العالم للسنوكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شك، الله يسلمك، بأن الإنجاز إنجاز كبير، وتعودنا دائما من أبطال البحرين، من أبناء البحرين، الرياضيين البحرين دائما هم خير من يمثل البحرين في المحافل الدولية. مثل هذه الإنجازات الله يسلمك طبعا تأتي بفضل الدعم الكبير لتلقاه الرياضة البحرينية لدى سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وأيضا من سيدي سمو رئيس مجلس الوزراء ولي العهد، وأيضا من سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، وأيضا الدعم ومؤازرة سيدي سمو الشيخ خالد، ومتابعة المستمرة لكل لاعبين في بطولاتهم في تدريباتهم. لله الحمد البحرين اليوم في أكثر من لعبة، يعني خلال هذا الأسبوع لله الحمد حققنا ميداليتين على مستوى العالم، ميدالية في ألعاب القتالية، والحمد لله اختتم البطل حبيب وأيضا فريق البحرين بطولة على مستوى العالم للأساتذة، وهذه الأساتذة يعني معناتها اليوم لله الحمد نحن نتسيد النخبة، من هم مصنفين رياضيين نخبة في لعبة السنوكر. نعم نعم، نجدد لكم بالطبع التهنئة وشكرا لك الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، شكرا جزيلا لك.